في إحدى مناطق ريف إدلب وبجهود عدد من الأطباء والمختصين أسس أول مشفى خاص بجراحة العين في المناطق المحررة، مشفى ابن الهيثم في باريشا، والذي يستقبل المصابين من قصف النظام السوري والمعارك الدائرة في الجبهة الشمالية وغيرهم على مدار اليوم. نحن هون في مشفى ابن الهيثم باريشا، مشفى عيون تخصصي بيقدم الخدمات بالنسبة للمرضى بالمنطقة الشمال السوري إضافة لكل المناطق السورية المحررة. بيجينا من معظم المناطق، من حما، من ريف حما عفوا ريف حماص، ومن الريف اللاذقية ومن حلب. بيقدم معاينات كل يوم، في عنا تقريبا معدل 90-95 معاينة إضافة للعمليات الباردة والإسعافية، حيث تستقبل عيادات التشخيص والبصريات والليزر المراجعين على مدار الساعة، ويتم متابعة المصابين قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية لهم، حيث يجري المستشفى حوالي 10 عمليات كبرى يومياً و15 عملية صغرى. عملية حفاظ على القرنية المخروطية أو عملية تثبيت القرنية المخروطية. القرنية المخروطية بطريقة هي مرض متطور، يعني ممكن تزيد ترفق القرنية أو تزيد درجة المرض إذا ما عملنا هذه عملية تصليح. وتعمل إدارة المستشفى على التنسيق مع الأطباء لعلاج كافة الحالات التي ترد إليه، والتي لا تقتصر على الشمال السوري فقط، حيث أن العديد من المرضى يأتون من كافة المحافظات حتى من مناطق سيطرة تنظيم داعش. هلا نحن نضل مقتر لعين المادة الفعالة تبت تصليب القرنية نص ساعة كل 3 دقائق مرة، وبعدين الفترة الثانية كمان نص ساعة بس عن طريق جهاز التصليب. وبعد ألم ومعاناة استطاع المشفى إنقاذ نور عيون الكثيرين من المصابين، ومنهم من ينتظر أن ترى عيناه النور.